كبار الحيل ما يسمعون هاي فاتحين. في اليوم الدولي للتوعية بمسائل نزع السلاح ومنع انتشاره، ما تزال وزارة الداخلية تبذل جهدا لإقناع المواطنين والجهات المسلحة بضرورة التخلي عن العتاد والركون إلى لغة القانون التي تكاد تكون معدومة في بعض المناطق، بينما تبذل القوات الأمنية جهدا كبيرا لضبط ممرات دخول السلاح من دول الجوار. حاليا منفذة من قبل قيادة قوات الحدود تؤمن الحماية ل 3719 كيلومتر على امتداد 6 دول. هناك ضبط عالي من خلال خنادق، سدات ترابية، عوازل منطادية، قطعات، جدار كون كريتي من شمال سنجار باتجاه شمال نهر الفرات على الحدود السورية، فعملية الضبط عالية جدا في الحدود. تقارير صحفية تشير إلى وجود نحو 14 مليون قطعة سلاح في عموم العراق لدى المدنيين والجهات البعيدة عن الدولة، فيما وصفوا خطوات وزارة الداخلية اتجاه السلاح المنفلت بالخجولة التي لا تجدي نفعا لتحقيق الأمن في البصرة. الخطوات التي بذلتها الحكومة في عملية نزل السلاح هي خطوات متراجعة وخجولة. هنالك سلاح متوسط وخفيف وأحيانا ثقيل تستخدم في النزاعات العشائرية، وأيضا الفصائل المسلحة التي تتنازع بين فترة وأخرى، هذا دليل على أن هنالك حقيقة إحباط لدى المجتمع البصري. مواطنون من جانبهم أشاروا إلى أن مبادرة الحكومة بشراء السلاح من المدنيين غير مجدية، فيما أوضحوا أن وجود الأسلحة بيد العشائر يبقى مدعوما من الجهات التي تسعى للحصول على الأصوات الانتخابية، بينما المواطن لن يسلم سلاحه للدولة ما لم تكن له ثقة بمن يطبق القانون. جاي تساهم بهذا بأنه السلاح يتداول بالأيدي وبأيدي العشائر نفس الشيء، يعني دعم، حتى دعم للعشائر لمكاسب انتخابية ومكاسب حزبية لا أكثر ولا أقل. هي المشكلة أنه هو ما جاي يذهب بالنظام السياسي، وهذا مؤشر خطير. والله أنا أعتقد المواطن اللي بالمدينة تقريبا 50% يسلم سلاحه مقابل مادي، المحتاجين مادي، أما العشائر بالهورة أو بالمكانات النائية ما أعتقد يسلمون سلاحهم. خالد السلامة لقناة الفلوجة، البصرة.